الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يقضيان بتعزيز وجود قوات من جيش الاحتلال في عمليات قمع الأسرى والاحتجاجات في الداخل المحتل، وحصل القانونان على تأييد 56 عضوا بينهم أعضاء الكنيسة من القائمة العربية الموحدة، بينما عارضه 54 عضوا. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تقول إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون تعرضن لعنف مفرط ومعاملة غير إنسانية على يد إدارة سجون الاحتلال منذ 14 من ديسمبر كانون أول الجاري، وامتدت تبعاتها حتى اليوم. وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 2952 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، في أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم هجوماً صاروخياً من عمق البحر المتوسط على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في مدينة الأذقية بسوريا. وفاة بطل العالم في الكيك بوكسينج فريدريك سينسترا المعروف بأندرتيكر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي عرض بشدة الحصول على لقاح كوفيد-19. نهاية الموجز، في أمان الله.